أعلم ما هي الضغوطات التي تمرون بها أو الأمور السيئة التي تواجهكم، ولكن كل شيء سيمر ويحتاج منكم الصبر. لا تستسلموا أبدا يا رفاق، سيأتي اليوم الذي ستبكون منه فرحا بإذن الله تعالى. فقط ثقوا بالله وتوكلوا عليه. هلا أميغوس، مرحبا أيها الأصدقاء وأهلا فيكم في فيديو اليوم. رح أفرجكم حياتي لما تكون فقط عبارة عن دراسة، بحكم أنه رمضان فنومي مقلوب كليا. صحيت الساعة 1 وهلا الساعة 2:30، افطرت ورح أبلش مذاكرة. أول مرة أبلش مذاكرة هيك متأخر، في العادة أبلش مذاكرة من الساعة 11 بالليل أو نص الليل. أذاكر COPD اللي هو Chronic Obstructive Pulmonary Disease، يعني عبارة أني أنا عم ذاكر الأمراض الصدرية. عم بستعمل مرجع Boards and Beyond الأمريكي، وبعدين أشوف الجايدلاينز الروسي وأشوف شو الفرق ما بينهم. في فرق بسيط مش كبير، وعشان أعرف أشوف الامتحان يعني. فأهلا بكم في قسم الباطنة الذي فقط دراسة، من أكثر الأقسام الصعبة ومن أكثر الأقسام اللي فيها كثير كثير عن جد دراسة. فيا let's get started. في كم هالفيديو رح أعطيكم منها نصائح دراسية، منها أفرجكم سكجول، بس لأنه حاليا ما عندي وقت إني أنا أحكي، فخلينا نبلش نذاكر. زي ما شايفين قديشني إني تعبانة. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي ميرا المرمورة الحلوة الأمورة. اشتركوا في القناة، حطوا لايك للفيديو، وأهلا فيكم. كان راح يصير معي البرن اوت، فلما عرفت انه انا راح يصير معي البرن اوت يعني اخذت راحه، قلت انه انا لازم ارتاح. وكمان كنت عم بشتغل بالاشياء كلها بجهد، يعني كان في كره، يعني بسوي الاشياء وانا بغصب على نفسي اني انا اذاكر واني انا اكمل واكفي وحتى اني انا احضر. فالموضوع قلب معي بالعكس. فحاليا قلت لي حسوي انه خليني أسوي الأشياء بحب، بما أني أنا مضطرة في كلا الحالتين حراح أسويها. فأم جونا سلو داون. هون بنستعمل طاقتنا الأنثوية بحكم أني أنا أنثى، وأخلي الأمور تمشي أكثر بارتياح بسلاسة بحب. أحاول أني حتى أني أنا أسوي فايبس حلوة عندي في وقت المذاكرة، وبنفس الوقت لازمني اتغذى. بحس انه كمان الارهاق هذا والتعب اللي حصل لي بحكم ما عم باكل. تخيلوا انه سحوري وفطوري هو نفس الوقت، يعني ما بصحى في وقت الفطور، بكون نايمة لاني يدوبك رجع من الدوام ومش نايمة ليلة كاملة. بصحى يكون الساعة 1 الساعة 11 نص الليل كل مرة كيف، وابتدي مذاكرتي. فالموست يعني سحوري هو فطوري، وكنت باخذ بس زبادي، يمكن كيك and that's it مع مية، ممكن احيانا ما عم باخذ حتى كفايتي من المية. فمرهقة جسديا ومش عم بتمرن الا مرة بس في الاسبوع هالفترة هاي. كمان هالشي ساعد اني عرفتوا الاحساس اللي بحس فيه، انه هيك في ضغط على صدركم، كأنه الشخص ضغط على صدركم درش انه انتوا راح تنخنقوا. اكيد تعرفوا هالاحساس. امبارح مثلا اخذتها كل عام اشوف افلام هيك، بشوف مسلسلات، عم عيش شوي. فقلت انه شوي وقت لنفسي، ها بس اسوي الاشياء اللي هي تافهة عشان اسلي نفسي.
واليوم قلت برجع اليوم سبت أذاكر أول شيء بالإنجليش، بعدين أروح للروسي عشان أقارن ما بين الجايد لاينز الأمريكي والروسي. بنفس الوقت في الروسي يعني مصطلحات روسية، فلازم إني أنا أتعلم كلمات جديدة في الجاسترو إنترولوجي. فالموضوع بياخذ معي كثير وقت حرفيا، لأنه عم بدرس بلغتين مختلفتين جدا ما بيشبهوا بعض أبدا. وبنفس الوقت يعني الروسي بحاول أتعلم الكلمات الجديدة اللي أنا ما بعرفها في اللغة الطبية، وبعدين أسوي clinical cases. فبروح للدوام بعد كل هذا متعبة جدا، مش قادرة أركز 100% مع الدكتورة وهي بتشرح. كمان هالشي مزعجني إنه أنا عرفته، يعني هيك بحس إني بذاكر بس مستواي دائما اقل من الموجودين. وبحكم انه احنا في مجال كومبيتيتيف، هالشي يعطيني شعور اني ام نوت اناف، فما في شو افضل مني، انا ليش هيك. بتقرب معي على دراما. مثلا يوم الخميس كثير تعصبت، لانه كان عنا تيست وبالوقت هذا التيست 10 دقائق، وما قدرت اني انا اركز فيه ولا اني انا احله بطريقه منيحه. فعصبت انه ليه انا. وكمان الشغله الثانيه انه بحكم انه اذا ما مش كلهم، يعني احنا جروبين، الجروب الثاني اللي معنا كلهم واخذين سنه دراسيه في اللغه الروسيه، الله عليهم يعني بيفهموا اكثر لما الدكتورة تحكي. فأنا بظل بركز الدكتورة شو عم تحكي، بفهمها. مش رح أقولكم أني أنا ما بفهمش، طورت كثير ما بين أول السمستر وآخر السمستر، وهي بعد ما تشرح بتسأل سؤال. فأنا خلاص أني هي فهمت شو عم تحكي، فهمت السؤال، الناس التانية بتجاوب، أنا رح أجري أجاوب خلاص أنه الناس التانية جاوبت. فهالشي بيعصبني انه انا بطيئة مقارنة بهم. احيانا انه احنا بنحط مقارنات غصبا عنا. فحاليا اللي عم بسوي او رح حاول اني انا اسوي انه اذكر حالي انه انا قديش التطور اللي اتطورته من اول السنة لاخر السنة حاليا، وانه انا I'm good enough انه انا بصبر على نفسي وشوي شوي رح اتطور. اهم شيء اني انا بكثير عم باخذ الاشياء كره ومش طايقة حالي وعم بدفش في حالي وعم بسوي الأشياء بجهد، بينما فيني أسويها بكل حب بكل هدوء بكل سلام بكل محبة، وأستعمل طاقتي الأنثوية، هاي الطاقة اللي مليانة حب ومليانة تغذية، أفضل من أني أنا هيك كأني مشوشة ومتلخبطة وأنه كيف وهذا بيعرف وهذا بيعرف وأنا ما بعرف ليش أنا ولا. عرفتوا هاي اللي بتشحن نفسكم بطاقة سلبية؟ يا هي فضفضة اليوم. أنا دائما هيك لما تصير معي روتيشن تكون صعبة بيحصل معي هالشي، فلازم دائما كل شوي أذكر حالي No girl you are good enough. يعني بتعرفوا دائما لما ما تقارنش بنفسك باللي أقل منك، دائما واحد يقارن في نفسه بالناس اللي عندها أكثر معلومات منك. فلأني أنا كمان مع هدول الناس كنت في المقدمة، وبحكم تغيرت اللغة هاي السنة فأنه رجعت لورا، فكنت بشوف أنه أنا يعني مع التوب من التوب، فأني أنا صرت أقل هالشي مزعج. عم صور لكم السترقل تبعي، أنتم تحبوا هاي الأشياء، تحبوني أحسكم أنكم تحبوا الأشياء لما أنا أكون متوترة وعندي ضغط، بتحس تعطيكم تحفيز. فليتسي ما لازم استسلم. كملت أسبوعين وفاضل أسبوعين وما لازم استسلم عشان الامتحان أقدر أني أنا أنجح فيه بإذن الله. إن شاء الله رح أنجح. لما صار معي هالأشياء وقلت لكم المقارنات، حسيت أنه أنا في شيء غلط عم بسوي. الشيء الغلط أولا أني أنا عم بسوي الأشياء بكره. الشغلة الثانية هي طريقة دراستي كثير بيرفكسيونيست فلازم اقلل شوي من البرفكشن واهتم باني انا اكرر المعلومات اكثر، مش اني انا اعرف على كل شيء. بحس اني انا بحب اعرف
كل شيء، فلا خلي المعلومات هي اتليست البيزك تكون عندي ومكررتها، افضل من اني انا بعدين اني انا انسى. هاي الاشياء بدي اشتغل عليها وبدي اغير اسلوب مذاكرتي لانه مش عم يمشي معي. شو قصدي من انه مش عم يمشي معي؟ مش عم يخليني من التوب، مش عم يخليني من الاوائل، عم بيخليني average. بصراحة I will never settle for average. No way. أنا مكاني top. فهذا اللي رح سويه. وبصراحة بصراحة بنات ما بعرف شو هالشي. أنا كل ما نزل ستوري على الانستغرام وأنا بذاكر بعدها يركبني طاقة سلبية مش طبيعية. ما بعرف هل هالشي عنده علاقة اني انا عم بنشر، ما بعرف شو هالشي الغريب اللي عم بيصير معي. كل ما انشر شي على الانستغرام له علاقة بالدراسة، فمش فاهمة هالشي ليش بيصير معي. كل ما انزل ستوريز على الانستغرام احس اني رح اتجنب هالموضوع في الانستغرام اني انا انشره واركز اكثر في محتوى ثاني مختلف على اليوتيوب. I guess. ايها الاصدقاء، رح أبلش أذاكر لحد ما المدرب تبعي يكلمني ويقول لي تعالي تمرني، لأنه بدي يوم أتمرن بدي هاي الطاقة السلبية كلها تروح. وكمان رح أكثر أكثر من الصلاة ومن المديتيشن عشان عرفتوا الاسترخاء، أخلي الأمور تمشي سلولي سلولي أفضل من أني أنا لا كيف عرفتوا هاي الإنرجي الغريبة. أنا بكره هاي الإنرجي لأنها بتوترني وبتخلي هيك جسمي مقبوض، ما بعرف اتنفس ومخي بيصدع. اكشلي رح ادرس 4 ساعات حاليا، احاول اخلص فيها البارت الاولى اللي هي الجاسترايتس والجاسترو اسفاجل ديزيز، وبعدين البارت الثانية نذاكر فيها البانكرياتايتس. اوكي. جايني النوم فحسيت اني انا مش مركزة، فقلت شو حسوي، جبت هون ثلج احط عليهم حاليا مية باردة كمان ورح فرجيكم هاي الطريقة نسويها. اولا اذا انت كسكين كير مفيدة في 2 حالات، اولا انها تصحصحك، ثانيا تعتمديها كسكين كير لانها بتشيل البافنس من الفيس، وكمان تحسن السيركوليشن، وبيقولوا كمان انها تقدر تفيد في الانتي ايجينج. البافنس فيس قصدي عرفتوا لما تصحوا الصبح وجهكم منفوخ تحسوا، فهذا هو. بصير وجهكم هيك احمر، في الحقيقة هو احمر من هيك، هو موجع. وبس هيك انا صحصحت بنفس الوقت بشيل البافنس، احس انه يصير حتى تخدير لهي المنطقة فصير بحس بيها اكثر. او ماي جاد.
أصدقاء، اليوم مش عارف اليوم يوم الاثنين، كم في الشهر؟ تقريبا 1 أبريل، يا تقريبا بعد أسبوعين من هلا رح يكون امتحاني، مش الاثنين القادم اللي بعده. فحاليا مخلصة دوامي، يدوبك رجع من الدوام، وصلت وشي، سوي سكين كير تبعي، وحاليا عندي الساعة 12:36، رح أبلش أذاكر من هالساعة هاي لحد الساعة 4، يعني ما يقارب 3.5 ساعات. بدي أذاكر الجالستون ديزيزز، الكوليسايستيتس، والفانكشنال سفينستر أودي. طبعا هذا كله بالكلينيكال كيسز وغيره مراجعة، وعلى ما أترجم الروسي بياخذ وقت، فقلت إني أقسم الوقت إني أذاكر 3 ساعات هلا، وبعدين أنام وأصحى الساعة يمكن نص الليل أو واحدة، أكمل مذاكرة لحد الساعة ما يقارب 9 الصبح، حصل ممكن 11 ساعة يعني تقريبا، فيمكن نحصل ما يقارب 12 ساعة تقريبا. مش مهم الصراحة عدد الساعات، المهم إنه أنا يعني أفهم وأتمكن، لأنه كمان خلف عن هاي الدروس بدي أذاكر كمان الجاسترايتس الأكيوت والكرونيك والجاسترو إسوفاج الريفلاكس، إنه كل مرة أراجع لأنه في أخطاء عندي شوي في الكلينيكال كيسز، فلازم كل شوي أصح أخطائي وأرجع أسوي الكلينيكال كيس مرة ثانية وهكذا، يعني أكتب ريكورد زي ما بنقوله. And now let's get started. أنا جالسة أجهز لامتحان التخرج تبعي.